وللحديث عن مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند تنضم إلينا من هايدلبرغ كريستين أدمو الناقدة والمحللة الرياضية. أولا أرحب بك على شاشة القاهرة الإخبارية، كيف ترين مواجهة بايرن ميونخ ودورتموند خاصة في ظل تخبط في مستوى البايرن في الفترة الأخيرة؟ أولا صباح الخير لك ولجميع مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية. في الحقيقة هذه المباراة التي تسمى كلاسيكو ألمانيا دائما يعني في الفترة الأخيرة شاهدنا، حتى لو كان بروسيا دورتموند متألقا وحتى لو كان بايرن يعاني وما إلى ذلك، دائما هذه المباراة تنتهي بفوز، معظم الحالات تنتهي بفوز بايرن ميونخ، وليس فقط الفوز بل أيضا بعدد كبير من الأهداف. لذلك دائما تكون نتيجة 3-0 4-0 4-1، دائما هناك الكثير من الأهداف المسجلة في هذه المباراة، ولا أحد يفهم هذه النقطة في بروسيا دورتموند في ألمانيا. يعني لا نفهم لماذا أحيانا ترى موسم كامل يكون بروسيا دورتموند متألقا فيه ويهزم فرق كبيرة، ربما تعطيه فرق إسبانية كبيرة أو فرق إيطالية كبيرة يفوز عليها، لكن إذا ما واجه بايرن ميونخ يخسر بنتيجة كبيرة. نعم. هل هو عامل نفسي عامل خوف؟ لا أحد يفهم هذه النقطة، لذلك أرشح أن يخسر اليوم أيضا، خاصة أن الفريقان أيضا لديهما مباراتان هامتان في دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع. ما هي نقاط القوة والضعف في كلا الفريقين؟ نقاط القوة أن كلاهما بصراحة قبل فترة التوقف الدولي كلاهما يعني لديهما يعني انطلاقة جيدة، أو قبل فترة التوقف الدولي أنهوا الموسم قبل فترة التوقف الدولي هذه بالكثير من الانتصارات وبالكثير من الأهداف. دورتموند يعرف تماما كيف يعتمد على المرتدات، سريع جدا، يعرف كيف يدافع بشكل جيد منضبط، بينما بايرن ميونخ لديه طبعا نقطة القوة الأكبر هي هاري كين. يعني هاري كين يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص، وهو لاعب مهم، وهو يعني من الجيد جدا انه يعني متاح في هذه المباراه بعد الاصابه الطفيفه التي تعرض لها، لانه ليس فقط لاعب الصندوق في بايرن ميونخ بل ايضا هو يشارك في بناء الهجمات، يعني يمكن اعتباره لاعب رقم 8 و10 و9 في نفس الوقت، وبالتالي هاري كين هو النقطه الاهم في بايرن ميونخ اليوم، بينما دورتموند اتوقع انه سيعتمد على الهجمات المرتده وستكون نقطه قوه الفريق. هل تغير نتيجة اليوم المباراة اليوم، هل تغير في ترتيب الدوري؟ بالنسبة لبايرن ميونخ أتوقع أنه يعلم أن موضوع الدوري حسم شبه محسوم يعني لباير ليفركوزن، لأن الفارق 10 نقاط ومتبقي فقط 8 مباريات، لأن الدوري الألماني أقصر من باقي الدوريات يعني فقط 34 مباراة، وبالتالي تقريبا يعني نصف عدد النقاط المتاحة هو الفارق، وهو 10 نقاط بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، لذلك موضوع الدوري محسوم، لهذا المباراة ليست بهذه الأهمية من ناحية الترتيب. نعم. بالنسبة لبايرن ميونخ، لكن فقط من ناحية ندية. بالنسبة لدورتموند هذه مباراة مهمة جدا، لأنه صحيح أنه في المركز الرابع لكنه بفارق نقطة واحدة فقط عن لايبتيك، وبالتالي عليه يعني الإبقاء على توازنه ومحاولة الفوز في جميع المباريات المتاحة. هل يمكن لدورتموند أن يقوم بمفاجأة والفوز على بايرن ميونخ رغم 6 سنوات من عدم الفوز؟ مستبعد جدا يعني، وخاصة أن المباراة مقامة في ملعب بايرن ميونخ، لو كانت ربما في ملعب دورتموند ربما كان سيكون هناك فرصة، لكن أتوقع باعتبار المباراة على ملعب بايرن ميونخ وبالأساس دورتموند لديه خوف وحالة نفسية عندما يلعب، حالة نفسية ضعيفة جدا عندما يواجه بايرن ميونخ، لذلك سيكون الموضوع مستبعدا. أتوقع فوز بايرن ميونخ بنتيجة كبيرة وسيحسم ربما النتيجة في الشوط الأول ويريح بعض اللاعبين لمواجهة أرسنال في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا. نعم سيدة كريستين، سؤال آخر، برأيك هل اتخذ تشابي ألونسو القرار الصحيح بالاستمرار مع ليفركوزن؟ من وجهة نظري نعم، أولا لأنه مرتاح، هو ذكر ذلك في إعلانه أنه سيبقى مع باير ليفركوزن، أنني مرتاح مع المدير الرياضي ومع مدير النادي، وهذه حالة نادرة في كرة القدم، يعني من النوادر أن تكون في نادي وتكون مرتاحا مع الإدارة، يعني شاهدنا عدة مدربين كبار يعانون الآن مع الإدارات، وبالتالي هو يريد الحفاظ على هذه الحالة، وخاصة أنه مدرب شاب وفي بداية مسيرته التدريبية، لما المخاطر والذهاب إلى نادي أصلا إدارته حولها الكثير من الأحاديث والأقاويل مثل بايرن ميونخ، شاهدنا كيف فليك غادر النادي رغم أنه توج بالكثير من البطولات في موسم واحد مع بايرن ميونخ، لكن مع ذلك غادر بسبب
مشاكل مع الإدارة. ناجلزمان أيضا جاء إلى النادي ولم يكن سيئا، وتم تمت إقالته بدون مقدمات، يعني جاء الخبر كالصاعقة، لم يتعاملوا معه بشكل جيد. توخيل أيضا الآن يعاني مع الإدارة وأيضا مع يعني ضبط غرفة ملابس بايرن ميونخ، اللاعبين لا يحترموه نوعا ما في غرفة الملابس، وبالتالي بايرن ميونخ هو ليس النادي سهل التعامل معه، ولا يريد تشابي ألونسو أن يخاطر وينتقل إلى بايرن ميونخ. وأيضا بالنسبة لليفربول، هي ليفربول لديه استراتيجية لعب وتكتيك مختلف تماما عن باير ليفركوزن، وبالتالي لا يريد تشابي ألونسو أيضا المخاطر والذهاب إلى الدوري الإنجليزي، دوري جديد، يريد البقاء، ربما خوض تجربة جديدة مع باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا العام القادم، ومعظم اللاعبين متوقع بقائهم، وبالتالي سيبني على هذا الفريق الذي هو أصلا بحالة جيدة جدا، وربما يذهب به إلى أدوار بعيدة في دوري أبطال أوروبا، لما لا. لذلك أتوقع أنها فعلا كانت خطوة صائبة من تشابي ألونسو. يعني سيدة كريستين، يعني ألا تري أن ذلك الرفض لتدريب عملاقين مثل بايرن ميونخ وليفربول يعد مغامرة؟ البعض يراه كذلك، لكنني أرى أحيانا عندما تستعجل الأمور ربما قد تحرق نفسك أنت كمدرب أو حتى كلاعب. هناك لاعبين كثر أيضا ينتقلون إلى نادي كبير ويتم حرقهم، شاهدنا على سبيل المثال كوتينيو عندما كان يتألق في ليفربول وانتقل إلى برشلونة واختفى، يعني شبه اختفى. نعم، وبالتالي أحيانا عندما تستعجل الانتقال كمدرب أو كلاعب ربما تحرق مسيرتك التدريبية. لا أتوقع ذلك، وربما في العام القادم سيكون أيضا أندية أخرى متاحة، ربما أنشيلوتي يغادر ريال مدريد، ربما يصبح ريال مدريد متاحا، وتشابي ألونسو لديه أيضا علاقة طيبة مع ريال مدريد. نعم، من هايدلبرغ كريستين أدمو، الناقدة والمحللة الرياضية، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة.